ولاية باجة، حيث أقدم عدد من أهالي منطقة طبوبة التابعة لمعتمدية نفزة من ولاية باجة على غلق الطريق من أجل المطالبة بالماء الصالح للشرب. تقرير ياسمين بن سعد ومحمد عزيزة توجاني. خرج عدد من أهالي منطقة طبوبة التابعة لمعتمدية نفزة من ولاية باجة في وقفة احتجاجية قاموا خلالها بغلق الطريق على مستوى منطقة الخنقة من أجل المطالبة بالماء الصالح للشرب. سكرنا الطريق لرابط ما بين باجة ونفزة على الماء الصالح للشرب، وعدة مرات عملنا تسكير الكياس وقفة احتجاجية على الماء الصالح للشرب. بعد ما نخلصوا الماء حكاية نهارين ويقصوا علينا، تو عندنا شهر ما شفناش قطرة نتاع ماء، حتى لا من الفوق لا من اللوط. قطع الماء الصالح للشراب نعانوا فيها المشكلة هذه عندنا برشا، معناتها من تحل الماء تو 3 4 سنين نفس المشكلة. أتصور أنت في الصيف معناتها في الطنبك السخانة يقص علينا الماء، عندنا وليداتنا في المدرسة 280 تلميذ في المدرسة تو شهر، تو مبدئيا شهر قاعدين بلاش ماء، ما يلقوش كيفاش يشربوا. نقعدوا بشهرين بثلاثة يقصوا في علينا، نخلصوا يضربوا السوارد ويخص الماء. وقاعدين نخلصوا حتى المديونية ولات تحملت على المواطن. ليلة السبت مطر نهار الأحد ما رقدناش، بيتين ندوشوا لولادنا، وصلنا الصابون وسيقنا، هذا من ليلة النهار الأحد ما رقدناش خلاص. بيتين نعبوا في الماء، ونحن التوصيل اللي جينا واش يقولوا نحن نخلصوا، دفعنا ال 40، دفعنا ال 40، دفعنا 35، دفعنا ال 20، دفعنا هذه عانى قالوا لي كريتي. جيت حتى توكي مع مخصوص علينا الماء، ثم كرهبه ولا ثم كياسه باش يجيب الماء نقول له، اما لا تلقى عين، لا تلقى سباله، لا تلقى حتى شيء. توا ما ثماش مسكر العيون، وتوا ما لقينا، عندنا شهرين ونص ونحن يخرج معانا ونشوف الحال. لم يوصل صوتي لصورتك. رانا قاعدين للعطش رم قتلوه. هذا وأكد معتمد نفسه أنه تم إنهاء العمل مع الهيئة التسييرية للجمعية المائية وإحالة الملف على القضاء، بالإضافة إلى العمل على إعادة التزود بالماء الصالح للشراب للمنطقة في أقرب وقت ممكن. اليوم ارتعينا اليوم نفصلوا نهائيا مع العمل مع الهيئة السابقة، ودعيناها للمحاسبة، واليوم طوعوا 3 من الناس معناها في إطار معناها تشكيل هيئة وقتية وتحضير إلى جلسة عامة في غضون 15 يوم لوضع خطة عملية صحيحة لإنهاء الموضوع النهائي بشكل نهائي. وإن شاء الله بشكل الخطة مبدئيا على النحو التالي، أنه بش يتم اختيار لكل تجمع سكني هيئة وحده هي اللي تدرس وهي اللي تراقب الشبكة المائية متاعها، وهي اللي ترفع العدادات الفردية متاعها، وبالتالي هنا على الأقل يكون كل تجمع يكون داري ويكون على دراية بالأشخاص متاعه اللي ما دفعوش. وكذلك المسار الثاني أنه الجمعية السابقة ندعوها للمحاسبة، المحاسبة لازم تتم محاسبة بشكل قانوني، المحاسبة عند القبضة المالية بتاعت حال. بالنسبة للماء اليوم إن شاء الله باش خذينا قلنا 3 أشخاص، واليوم العشية إن شاء الله باش يحاول التيار الكهربائي يرجع إلى يخدم، وبالتالي باش إن شاء الله من اليوم العشية ولا الصباح بطبيعة الحال باش يرجع الماء يمشي. وللإشارة تعيش عدد من مناطق معتمدية نفزة انقطاعا متكررا للماء الصالح للشرب، مما أدى إلى تفاقم التحركات الاحتجاجية في العديد من المناسبات.